يبقى احنا دلوقتي لازم نفرق بين حاجتين، حاجة انا وصاحبتي، وصاحبتي التالتة اللي هي مش صاحبة صاحبتي اللي هي تعرفها عن طريقي هنا، لا او انا معرفهاش او واحدة ما معرفة، عارفة واحدة معارف جت اذيتك وهي عارفانا، هنكمل ايوه، نصاحبها؟ لا مش او هنكمل مش هي نصاحبها. الاقرب بالنسبة لي، يعني هي في الصحاب بس مش هي بالظبط. الصديقة. لكن لو ثلاثة فهنا انتيم لكن اتخانقوا ثلاثة انتيم فعلا هي بتبقى ما ينفعش. مشكلة. الحاجة الإنسانية والفلسفة ما بتكتفيش بس إن الصداقة تبقى حاجة إنسانية أساسية عشان تحقق خير، ولكن فكرة إن أنا أتحط في محك وفي اختبار إن يبقى في علاقة ثلاثية، دي فعلا محتاجة زي ما طبعا أنتي ذكاء، بتقولي لان كده انت في بينكم حكمة بعض ذكريات، و و و وفن وبيبقى الموضوع ممكن يكون على اتفه سبب، ممكن على حركه غبيه، ممكن على موقف غبي، الا واذا لو كان فاتر. يعني مثلا لو احنا 3 اصحاب، واحده فينا تجاوزت الحد بتاعها بان هي قالت حاجه مش ظريفه، عملت موقف مش ظريف لجوز واحده فينا او لا، هنا الرد الفعل هيبقى مختلف. لكن لو هو خناقه ستات كده، انت ما سالتيش عليا، ده انت لما خرجتي رختي خرجتي وما خدتنيش معاكي وما كلمتنيش انت لا لا عارفه لا، احنا في دي بعض، لا ساعات دي بتعمل تفاصيل بتعمل بتاع وازاي تسافروا انتوا الاثنين وما تقولوليش، وانا كان عندي شغل وكان لازم تاجلوا سفركم عشان انا ارجع، عارفه عشان ممكن اخرج دي العيال ده. بتبقى غيرة مشروعة بس وتفاصيل. لكن ايه بقى الموقف الثالث اللي هو مهم جدا جدا جدا، اللي هو لو احنا صاحبتي وحد بيتكلم بطريقة هجومية او بيعيب فيها او بيدعي عليها، هنا المفروض اعمل ايه؟ هل برضو اكتفي ان انا ابقى على الحياد، او طالما هي ما اذتنيش، او انا مش عايزه اتدخل، او انا مش عارفه ايه، انا كفايه ان انا مش هنقل اللي هي قالته، لا الحياد هنا يعني جريمه، يعني هنا الحياد جريمه. يعني لو حد بيتكلم على حد صاحبك بس اللي وبيقول، بيتكلم ده صاحبك ولا معارف؟ حتى لو صاحبك، لا اصل لو في فرق هقول لك فرق في ايه. يعني لو هو مش يعني مش صاحبك انت انتيمك يعني، او حد هو عارفها، يعني حد بيتكلم وهي صاحبتها، ولا حد بيتكلم عليها لمجرد النم هو ما عرفوش. اصل يعني الخناقه هنا هتختلف، لا خلي بالك مش مني لا الطلعه هتبقى مختلفه، بس لان في طلعه وفي طلعه. لا، الكود الاخلاقي في الاثنين، سواء هم اصحاب وهي بتتكلم عليها قدامي وهي انا صاحبتي، فاهمه، حتى ما هي اصل انا مش فاهميني، انا مشكلتي في انا رد فعلي انا، ما انا الصديق بقى المشترك بين الاثنين دول. فانا بسال ليه كود الخناقه في الطلعه في البيعه مختلفين ليه؟ لو هي مش صاحبتها واحنا معارف وهي كلمت على صاحبتي، انا كود طلعت الخناقه اللي هو ايه، قرشق في الحيطه يعني قدام الناس دي كلها، تك 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 وتك في الحيطه وامشي من القعده مش هشوف وشك تاني. لو هي كانت صاحبتها وبتتكلم عن حاجات دي، كود بقى الخناقه هنا لا مش بقى بالعنجهيه دي، ولكن انت هتاخديها كده تقومي واخداها، عارفه انت لما تفصصي تبشري البصله وتحطيها في النار وتحمريها، عارفه لما تعملي بصل الكشري، عارفه اللي هو تقعدي تحمري 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 لغايه ما يسود، اهي دي بقى. كل واحد على حسب موقفه في الموضوع ده، لان في الحالتين فكره ان حد صديق يتكلم على حد تاني باسلوب مش صح، حتى ولو كان اللي بيقوله ممكن يبقى فيه جزء من الحقيقه، انت عرفت الحقيقه عشان تدخلت البيت، علشان هو استأمنك، علشان هو حس ان انت من اهل البيت فداك مساحه من المعلومات، ده مش معناه ان انت تاخد المساحه دي وقت ما تبيعوا او تبيعوا بعض وتلعبوا بيها حلق حوش، دي منتهى قله الذوق. طبعا يعني هنا الكود الاخلاقي لازم يفرض نفسه. طبعا انا في الموقف ده انا حزيد عليه، يعني ممكن كل واحد بقى بطريقته، يعني انا ممكن انا نفسي اشوف الموقف ده، انت تقدري تعمليها؟ انت اخرك هتتنرفزي والله العظيم، انا متاكده هتقعدي تنططي زفار على النص وانت بتتكلمي، تتنرفزي تتنرفزي تحمي 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 تحمي، وهتتكلمي باللغه العربيه الفصحى، ما اعرفش بتقلب معاكي ليه.
لما تيجي تتخانق، والله العظيم ما بهرج، لما تيجي تتخانق تلاقيها مره واحده راحت قلبت مدرسه لغه عربيه، راحت قلبه لغه عربيه فصحى واتحمقت والشرح وتتك على الكلام جامد. انا بقى يعني لا، بس انت مش بتاذي برضو يعني، لا انت بس اقصى حاجه تعمليها تمشي وتاخدي بعضك وتقفلي وتعملي بلوك. تمام. لا انا بقى بس انت لا بس في الاخر انا الحاجات اللي تحبي تشوفيها كده تسقط القصة دي من قدامك تماما، يعني الشخصية دي وخاصة لو هي كانت صاحبتها، يعني لو هي بتتكلم على صاحبتها اللي هي برضو صاحبتي. هو السؤال هنا تنقلي؟ لا، ما هو انا بقول لك انا الموقف لما حصل معايا هي ما عرفتش غير منها بعد سنتين. انت عارفة ان لا ان الحوار ده حصل اصلا، يعني لو قلت لها انها كلمتني ولا انا عملت كده ولا اي حاجة خالص، هي بعد سنتين التانية كلمتها وقالت لها خلي سهير تسامحني وسامحيني عشان انا عملت كذا كذا، فهي عملت كذا كذا وقولي لها ان انا محتاجة اكلمها وبتاع. طب فهي واخدة استمارة ست تتوسط دلوقتي؟ لا خلصت خلاص. ما انا عارفة يعني استمارة ست القصة، وهم اصلا كانوا صحاب، يعني انا مش صاحبتهم، يعني مش صاحبة التانية، يعني هي هما الاتنين هما صحاب، انا اعرف التانية يعني معرفة ان احنا ومع ذلك اصحاب اخدتي يعني. موقف برضه؟ واخدت موقف طبعا لان انا انحست لصاحبتي، فهنا ما بعرفهاش يعني هي مش موجودة خلاص في الحياة، الاهمال والتجاهل التام كأن حد يعني لم يكن لم يأتي. بصي، هو في كل المقاييس يعني كل النتائج في اللي احنا قلناه ده ان الناس دي بتقع ما بترجعش تاني، يعني أنا الصديق بشوف اللي بيعمل أنا بشوف الحركات ناس دي ما ينفعش نرجع تاني. أنا بشوف